السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مساء الإمارات من هذه المدينة الجميلة مدينة العين التاريخية. هذه المدينة التي شكلت الكثير من شخصية الراحل المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، واستمد العديد أيضا من نقائها وصفائها، وأيضا يعني نذكر بأنه حكمها أكثر من 20 عام، وأيضا قام بالعديد من عمليات الإصلاح والتطوير فيها حتى لقب برجل الإصلاح الكبير. ونحن اليوم في قصر المواجعي أيضا من هذا المكان التاريخي والصرح الجميل الذي شهد العديد أيضا من تاريخ الأسرة النهيانية، وأيضا ننوه بأن هذا المكان أيضا يعني كان أو شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه. من هذا المكان قدم لكم حلقة جديدة من مساء الإمارات، أهلا وسهلا فيكم. أكيد طبعا هاي نبذة تاريخية في البداية مشاهدينا، شكرا لك يا رشا على هاي النبذة الجميلة عن قصر المواجعي. مشاهدينا رحب فيكم أكيد وناخذكم في حوار المساء، حيث أن الأمراض المعدية للأطفال تعد وخاصة في فصل الشتاء أكثر ما يؤرق الأهالي. تتنوع الأمراض المعدية اللي قد تصيب طلبة المدارس على وجه الخصوص، ورغم خبرة بعض الأهالي في التعامل مع هذه الأمراض إلا أن البعض الآخر يجهل تماما كيفية التعامل معها، ويجهل أيضا الإجراءات الوقائية اللي يمكن أن تخفف تفشي أو انتقال العدوى بين الأطفال. وللتوعية الصحية دور كبير في كيفية التعامل مع هذا الهاجس. للحديث أكثر عن هذا الموضوع اليوم يسرنا أن يكون معنا الدكتورة عائشة الخالدي وهي أخصائية أطفال. حياك الله يا دكتورة. الله يحييك. الله يحييكم. أهلا وسهلا. فاصل قصير مشاهدينا مع تقرير عن حوار اليوم وراجعين لكم. صحة الأطفال في المدرسة وعلاقة وجودهم فيها بالعناية بحالتهم الصحية هي من المواضيع الساخنة لدى الأوساط الطبية والهيئات الطبية العالمية، ولأن الأطفال يقضون نحو ثلث يومهم في المدرسة كمكان مهيأ للتحصيل العلمي ضمن بيئة صديقة للطفل، بالإضافة إلى مسؤولية المدرسة في جعلها كذلك، يحتاج الوالدان أن يعلما الجوانب المتعلقة بكيفية جعل ذهاب الطفل إلى المدرسة ملائما للحفاظ على صحته. وتهتم الهيئات الطبية العالمية بجانبين في شأن الأطفال والمدرسة، الأول يتعلق باحتياجات الطفل المصاب بأحد الأمراض المزمنة، والثاني يتعلق بمراقبة صحة الطفل كي لا يكون وجوده في المدرسة سبباً لأي انتكاسات صحية مفاجئة له أو لبقية زملائه في المدرسة. العناية بالطفل مهمة شاقة، والحفاظ على صحته هي أكثر صعوبة، وحضور الطفل إلى المدرسة هو وسيلة لرفع مستوى التحصيل العلمي، والتعاون بين الوالدين والمدرسة ضرورة في حث الطفل وتحبيبه الذهاب إليها، وكذلك أيضا تعاونهما في حفظ صحة الطفل وعدم تعريضه لأي مضاعفات قد تنجم عن أي انتكاسات صحية قد تصيبه، وعدم تعريض بقية الأطفال في المدرسة لعدوى تلك الأمراض. دكتورة عائشة، نحن يمكننا تكلمنا في البداية وفي المقدمة ذكرنا كلمة هاجس، والهاجس هذا الآن مرتبط بأمر جدا مهم ألا وهو شكوى كثير من العائلات بأن الأمراض خصوصا الرشح، وهذه الأمراض في هذا الشتاء بالذات استمرت لفترة طويلة، يعني ما راحت، قلنا نشوفها تروح أسبوع وترد أسبوعين، فهذا الهاجس نبغي نحن نعطي المعلومة شو أسبابه أو شو المشكلة الرئيسية. أول شيء شكرا لكم على هاي الاستضافة. فعلا على فكرة أنا مع الأهالي في هذا الشتاء بالذات. نعم. هذا الشتاء بالذات مر علينا طويل نوعا ما، حسينا طويل، أطفالنا قاعدين يتعبون مرة واثنين وثلاثة خلال الأشهر الماضية. فعلا والسبب الرئيسي نتوقع أن الفيروسات صارت أقوى، في فيروسات مستوردة علينا موجودة في قارات أخرى. نعم. انتقلت لنا من السياح، طبعا بلدنا ما شاء الله مفتوحة للجنسيات، أكثر من 100 جنسية تأتي عنا بصورة متواصلة عن طريق المطارات، فينقلونا كل أنواع الفيروسات المختلفة. نعم. فتحصل الطفل يبدأ بوحدة وينتهي بالثانية، وكأنها يعني
دائرة لا تنتهي لين نهاية شهر مارس تقريبا. نعم. هذه اللي هي نهاية الموسم مثل ما يقول. بالرغم من أن جمال الجو يعني وحلاوته، لكن لابد هناك من تضحيات معينة. طيب نتكلم شوي عن يعني أنواع العدوى وأنواع الرشح اللي يصاب فيها الأطفال عادة. معظم أنواع الرشح التي يصاب فيها الأطفال تكون فيروسية، نادر ما تكون بكتيرية، والوضع البكتيري يكون واضح نوعا ما للأم لأنه يكون خارج عن النطاق الدائم، لأن الأكثر شيوعا يعني يكون في حرارة جدا عالية، في إفرازات أنفية، في كحة، آلام في الجسم عامة، حتى في العيون، آلام في الأذن. فلما تجتمع هاي الأعراض كلها مع بعض تحس الأم مش عارفة أي جهاز من جسم ولدها تعبان، تكون المشكلة فيروسية أكثر ما أنها بكتيرية. يكون من الجو من الأدواء. نعم نعم، لأن هي أكثر شيء تنتقل عن طريق الإفرازات. نبغيها بشكل يمكن مفصل أكثر، هناك أكيد طرق غير تقليدية يمكن أن تنتقل من خلالها الأمراض، ألا والآن نحن نتكلم على الرشح بشكل عام والأعراض المعدية للأمراض. نتكلم عن خارج التقليدي، نعرف باللمس، بالتعامل في مكان واحد، بالنفس، عن طريق الجو أيضا، عن طريق الاختلاط، ولكن يعني شهدنا بأن الأهالي يمنعن أطفالهن إذا ما حصل مرض من الذهاب إلى المدرسة، خوفاً بأنه بينتقل في هذا الجو. ففي أمور ثانية يعني نحن ما نعرفها ونجهلها عن انتقال العدوى؟ لا، تخيل يعني فعلاً طريقة الانتقال للأمراض المعدية الفيروسية الأكثر شيوعاً وأقلها اللي هي البكتيرية عن طريق الرذاذ. نعم. اللي هي من المفرزات الأنف. أبسط شيء هذا وأسرع شيء. فعلاً الطفل بينه وبين الحذالة تقريباً مسافة قدم، إذا كح أو عطس بدون ما يغطي فمه أو يحط كلينكس خلاص ممكن انتقل كمية معينة من الطفل ومن الطفل الآخر إلى الآخر. فعلا ما في شيء غريب عن طريقة الانتقال، ما تغيرت على مدى السنوات الماضية. الرذاذ، الاحتكاك المباشر مثلا بطفح جلدي بكتيري أو بكتيري بنوع ما أنواع الطفح الجلدي، فما تغيرت، ولكن صارت أسرع في الانتشار، وما نعلم أطفالنا طريقة وقف هذه العدوى فتنتقل. هذا الرياية أسألك، إذا كنا نتكلم عن دور الأهالي في هذا الموضوع، شو هي الإجراءات الوقائية المفروض على الأهالي بأنهم يعني يقون فيها عيالهم وأطفالهم من هذه الأمر؟ خاصة نحن نعرف بأن الأطفال الأكثر يعني السر أو أسرع ناس ممكن يأخذون العدوى في المدارس أكثر شيء. صحيح، طبعا التثقيف الصحي صار جزء لا يتجزأ من حياة أي أم وأب في العصر الحالي، فلحبذا لو يبدون ينقلوها لأطفالهم. فتغسيل اليدين، أدري أنها تبين شيء جدا بسيط، ولكن فعلا غسل اليدين قبل الأكل، بعد الأكل، عند العطاس، عند الكحة، جدا تساهم في تقليل العدوى من طفل الى اخر. يعني هم يعلمون عيالهم يغسلون ايديهم حتى في المدرسه، يعني احنا نبغى نخبرهم ان حتى في المدرسه المفروض بان الاطفال يغسلون ايديهم ويتعلمون هاي الثقافه الصحيه. على فكره وجود الكحول اللي هو عن طريق اليد هذا بشنط الاطفال وايد سهل على ان اضطر اطلع طالب الى الحمام عزكم الله ويغسل ايده، صارت صعبه. انا اعتقد الاطفال ياخذونه بس ما يحطون اي شيء ويستخدمونه. فلو الامهات يوجهون اطفالهم لموضوع غسل اليدين، موضوع وضع اليد أو الكلينكس على الفم عند الكحة أو العطاس، وايد تساهم في تقليل. أنتوا في الإرشادات أعتقد تخبرون الأطفال بالذات أو من يكح أو يعطس أنه يسوي كوعة ما يحط يده، لأن الأطباء لو لاحظتوا على طول نحط كوعنا على أساس أنه تكون هني ما تكون ملامسة لليد، في منطقة ملامسة. طيب أنت ذكرتي بعض الإجراءات، لكن خطورة الأمراض المعدية خاصة في سن طلبة المدارس، مع أن نحن في القدم نعرف أن نخلي عيالنا يمرضون على أساس يكتسبون مناعة في المستقبل ما تيهم بسهولة، لكن الآن أصبح الموضوع مختلف، الأهل وايد يخافون أن يخلون عيالهم في المدارس بسبب العدوى. فأكثر الأوقات اللي يمرض بها الطفل وبأي عمر؟ طبعا هي أكثرها تبدأ من أنك تدخل طفلك للحضانة أو إلى المدرسة بحكم الاختلاط، بحكم المسافة اللي جدا قريبة، فتلاحظ مثل ما ذكرنا سابقا أن الطفل مشكلة التهابية ورا الثانية، ولما تكون مشكلة التهابية ورا الثانية أأكد مرة ثانية أن المشكلة بالعادة تكون فيروسية. هل أنا مع الأهالي في خوفهم في العصر الحالي على أن المشاكل العدوى والأمراض المعدية صارت أقوى من قبل على وقتنا؟ نعم، لأن الفيروسات والبكتيريا مثلنا كائنات حية تتطور وتبدأ تتعامل مع الجو.
نعم يعني صارت أقوى، تعطيك حرارة شوي أعلى، ولكن أتمنى أن هذا ما يكون سبب للأمهات على أنه أو الآباء أنه يعزلون أطفالهم، لأن بهالطريقة بتضيع حياتهم كلها وهم قاعدين في البيت. فنرجع لنقطة التثقيف الصحي، أنا أثقف طفلي كيف يحاول قدر الإمكان تغسيل يدين، يغطي فمه، موضوع التطعيمات بعد يخلوها جزء لا يتجزأ من حياتهم، تمنع كثير من المشاكل البكتيرية تنتقل من طفل إلى آخر، وطبعا تطعيم الإنفلونزا اللي هو واحدة من التطعيمات ضد الفيروسات تطرحها وزارة الصحة، هيئة الصحة مشكورة على هالشيء خلال هالموسم. دكتورة متى نحن نعرف بأن الولد انصاب ولازم نوقف أن نوديه المدرسة عشان ما يعدي يعني طلاب وزملائه في المدرسة، وخاصة من نحن نشوف يعني كثير بأن حتى وهو مصاب قمنا نشوف المصابين موجودين أيضا مع طلاب المدرسة، فنحن نعرف شو على ولي الأمر يسوي، من متى يعرف أنه لازم يجلس ابنه في البيت؟ الحين ما في شخص يعرف للطفل أكثر من أمه وأبوه، بحكم خبرتهم يقول لك أنا طفلي في شيء مش طبيعي، مش ماشي مع الوقت، يعني مش ماشي مع أنا الشيء متعودة عليه. فلما تحس الأم أن درجة الحرارة جدا عالية مضطر أن تعطيها عليها خافضات حرارة بصورة متواصلة، تحس أنه ممكن في المدرسة بسبب وجود أطفال آخرين محتاجين اهتمام الممرضة، ممكن أن طفلها يتعب أكثر، أو مثلا أن آلام شديدة في الجسم، بداية استفراغ وإسهال، ممكن تدخله في جفاف، فهذه تحتاج اهتمام الأم في البيت. ففي هاي المرحلة هي تقرر أنها تخليه لمصلحته ومصلحة الأطفال اللي حواليه عشان ما تنتقل من طفل إلى آخر. بالضبط. أكيد طبعا هناك يعني اعتقاد شائع أيضا من أكثر الأهالي بأن فترة العدوى تقع في المرحلة الأخيرة من الشفاء، أنه هذا الطفل الآن يستطيع أن يعني العدوى تنتقل من خلاله وليس في بدايتها او في اخر او بعد انتهاء الموضوع، مش بس على مستوى الاطفال حتى على مستوى نحن يعني الكبار كلنا نعرف يمكن نفس المعلومه، لكن صحيح. مدى صحه الامر غير صحيح، غير صحيح. في اول فترات المرض تكون عدد بكتيريا الفيروس في تضاعف شديد. جميل. الى ان تبدا الاعراض تظهر على الشخص، فهذا التضاعف ينتقل في الافرازات الانف والفم او الملامسه باعداد كبيره، ف يعني اكثر فتره العدوى هي اوائل الايام اللي الشخص بعدها ما بينت عليه الاعراض. نعم. اول هذه الفتره هي اكثر فتره فيها عدوى. اول ما تبدا تبين علينا الاعراض خلاص تاكدي ان انت عديتي شخص وانت مش حاسه فيها. زين شو الابرك الحين؟ في كثير عائلات يقول لك يعني نشوفها فعلا حقيقه، يقول لك خلي خلي خليهم يلعبون، خليهم ياخذون العدوى من الحين قبل بدايه، احسن ما ياخذون عقب بعدين. أقولهم أن لا يحدون أطفالهم من 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 ممارسة حياة طبيعية جدا. يمكن يتحرون بأن بالأمراض هم يقوون أكثر وتقوى مناعتهم، صحيح هالكلام؟ هي إحنا نقول حق الأهالي نعم، اعتبريها مثل نشاط رياضي لجهاز المناعة. كل ما انصبت فيها وأنت صغير على إذا لم يكن مرض ممكن يؤدي إلى طبعا هذه هذه الأمراض، أول ما تحس الأم بخبرتها أن في شيء خارج عن النطاق الطبيعي اللي هي متعودة عليه، أو في أي مرحلة من المراحل الأمهات الجدد في أي مرحلة من المراحل حاسة بشيء مش مريحنها، الوصول لأي طبيب مختص صار جدا سهل الحمد لله في الوقت الحالي، مجرد اطمئنان حتى يقدر يشرح لها شو المشكلة، يقدر يشرح لها العزل، يقدر يشرح لها تقريبا أنت كم يوم بتخلين طفلك في البيت. نعم. فهاي الأشياء كلها بتريح الأم وبتريح بعد إدارة المدارس والحضانات والروضة. مقولة الوقاية خير من العلاج يعني تصب نفسها ويقتنع بها المجتمع، ولكن هنا كلمة الوقاية تأتي يمكن في مصطلح خاص بعملية التغذية، عملية النظافة، عملية الإرشادات والتعليمات والمحافظة على الأبناء وطبعا الأهالي، صحيح هذا هو هنا صحيح. تنصب الوقاية أو الوقاية كما يقولون أن أبعد ابنك لا تخليه إذا في أمراض فيما ذكرتي أنت طبعا بطريقة طبعا هذا الكلام اللي تفضلته فيه سليم 100%، كل ما أنت حاولت تحمي طفلك من المشاكل، لأنه خليني أكلمكم من قلب لقلب حتى مش من منظر طبيب، إنه فعلاً يعني أنا قاعدة أشوف إن المشاكل الصحية قاعدة تصير أعند شوي ومتعبة أكثر، خصوصاً المشاكل العدوى والالتهابات، ولكن هذا لا يعني إن نحن نحد حياتهم طبعاً. لا يعني إن نحن نربطهم لا تتحرك من البيت، لا تطلع هني، لا تلمس الشيء الفلاني، مما أن نحن يعني عارفين الطرق السليمة والصحيحة في موضوع غسل الإيدين وتجنب هالأشياء والبعد عن شخص مثلاً يكح في المدرسة، أكون على تواصل مستمر مع إدارة المدرسة إذا كان في أي مشاكل صحية قاعدة تدور،
أتوقع هذا كافي لراحة الأم وكافي للطفل أنه يعيش حياة طبيعية خالية من هاي التعقيدات. أنا ما صرت المدرسة وايد، ما شفت ربعي وإلى آخره. طيب هو أساساً يعني يمكن بداية هذا الحوار أو أهمية هذا الحوار في أن إحنا نبغى نركز على فكرة الأهالي اللي يتقصدون بأنهم يرسلون عيالهم وأطفالهم على المدارس برغم أنهم عارفين بأنهم مرضى، ويمكن يعني إحنا ما نبلومهم وايد، يمكن يكون بعد لانشغالهم يعني أنهم يعني ما يقدرون يعطونهم هذه الرعاية الصحية. فكيف ممكن نقي يعني او كيف ممكن نحل من نقف هذه الظاهره؟ نقف يعني مع المشتكي ولا نقف مع اللي من يرسلون ابنائهم؟ والله تذكرون موضوع الحلقه المفرغه؟ يعني من طفل الى اخر مثل هاي الكره اللي تنتقل من طرف الى اخر، ما اقدر اقف مع حد منهم بدون اي تقييم صحي خصوصا في الوقت الحالي. فاذا الام شافت ان هي بحاجه انها تخلي طفلها في البيت لرعايته هو فيما يتعلق بخفض الحراره ويتعلق بالجفاف والسوائل، خليه. إذا هي حاسة أن المشكلة فيروسية أو مشكلة بكتيرية تسأل طبيبها. طرق التواصل مع الأطباء جدا سهلة، تسأله هل تتوقع أن هي ممكن تنتقل لبقية الأطفال بكل سهولة؟ هل هي مرضية أو لا في الأساس؟ صحيح صحيح، هو معظم المشاكل هاي اللي تبدأ بحرارة وزكام وبلاعيم وهذا بتعدي بشكل أو بآخر، ولكن عزل الطفل صعب أنك على كلمة عزل الطفل أمر مهم جدا. يعني يمكن دار أحاديث كثيرة في الفترة الماضية بأن يجب على المدارس تجهيز صفول أو فصول خاصة بأن يحطون فيها الطلاب المرضى عندما تحدث حالات مرضية، فيتم عزلهم في هذه الفصول كلهم مع المرضى مع بعض. يعني ما أدري هاي بصير انتكاسة. شو رأيك؟ طبيعياً ما في أي دراسة علمية تقول أنت لو حطيت كل الأطفال المصابين في مكان واحد وعزلتهم عن بقية الأطفال الأصحاء بيكون الوضع اوكي. اتوقع ان كل واحد منهم بيعطي فيروسه للثاني، كل واحد منهم بيشارك فيروسه للثاني، وبدل نسرع في عمليه الشفاء للطفل المصاب بينتقل من مشكله فيروسيه لمشكله بكتيريه. يعني ناحيه صحيه هي نهائيه. موضوع العزل اتوقع انها هي مفرده، يفضل انها هي تطلع من طبيب لام او من طبيب لطبيب في منشاه صحيه اكثر من انه يكون في البيت اعزل عن بقيه الاطفال في مثلا الروضه او في المدرسه، اعزل عن بقيه الاطفال لان مترتب عليها اشياء كثير. هو عامه الحاصل في المدارس حقيقه الان ان الاطفال اللي هم يكونوا مرضى لو راحوا المدرسه عامه يكونوا ماخذين الادويه في الفتره الصباحيه، فيكون وضعهم مستقر. عقب ساعتين او ثلاثه اذا ما شاهد المدرس عليه اي علامات ينقله الى العياده. فنحن نروح فعلا نحصل في اطفال كثيرين موجودين في العيادات يتم الاهتمام فيهم، وفي بعض الحالات يتصلون المدارس بالاهالي، ولدك شويه تفاقمت عند الحاله نرجو الحضور لاخذه. فبالتالي في عمليه عزل اذا كان في موضوع فعلا يحتاج نعم. العزل موجود نعم. متوفر في مدارسنا نوعا ما، لان في النهايه بعد انت لا يعني قبل لا نخاف على الاطفال الاصحاء اللي حوالين نخاف عليه هو بعد. طبعا لانه بيحتاج علاج مساند، بيحتاج انه أمه، واقع أن أمه تكون عنده هذا يمكن نص العلاج. أهم ما يؤرق الدكتورة طبعاً في هذا الموضوع. أي والله. يعني طيب أنتوا دوركم دكتورة. هو في لها دور غير في أنها يعني الموضوع جداً مؤرق لها. يعني إذا لو حطت كلمك. يعني كنت أبغى أسألك عن دورك يعني في المستشفى أو مستشفى كحملات توعوية يمكن للأهالي وللطلاب، يعني هل تقومون بهذا الشيء يعني بشكل دوري؟ طبعاً هيئة صحة بالتنسيق مع القسم التعليمي في المستشفيات، وخصوصاً إحنا عندنا مستشفى توام مع زميلاتي وزملائي اللي موجودين أوجه لهم الشكر على آخر الحملات اللي يسوونها بشكل دوري. بتحصلهم قاعدين في مكاتب قدام العيادات، تحصلهم يوزعون أساميهم وطرق التواصل مع مرضاهم بشكل دوري في العيادة. تقدر ترفع التليفون أعطيني اسم الدكتورة الفلانة الفلانية، أنا أريد أتواصل معها، عندي سؤال أولدي. فثقافة أنه صعب الوصول للطبيب في الزمن السابق إن شاء الله بإذن الله أتوقع أنها ما عادت موجودة، صار في بيننا وبين مرضانا تواصل أكبر. فإن شاء الله يعني أوجه تحية لكل مرضانا أكيد. إذا محتاجين التواصل معنا نحن دائما موجودين وفي الخدمة. الله يحفظهم جميعا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح، ونتمنى اكيد يعني السلامه للجميع. شكرا دكتوره عائشه الخالدي على تواجدك اليوم ويانا. شكرا استاذه شفا. شكرا استاذ الله يعطيكم كل العافيه. الله يحفظك. مشاهدينا كل الشكر طبعا لاخصائيه الاطفال الدكتوره عائشه الخالدي. فاصل وردين لكم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في اليوم 12 من هذا الشهر بالذكرى 46 من تأسيسه بعد فترة وجيزة من تأسيس دولة الإمارات، حيث أصبح أكثر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية والبرلمانية وتقديم أفضل أداء برلماني. مزيد من التفاصيل مع هذا التقرير التالي، تابعونا. يحتفل المجلس الوطني الاتحادي يوم 12 فبراير بالذكرى 46 لتأسيسه كأحد السلطات الاتحادية التي تقوم بدور فاعل في خدمة الوطن والمواطنين، وساهم في عملية التنمية والنماء وواكب مسيرة النهضة المتوازنة الشاملة في ظل دعم القيادة الحكيمة وحرص المواطنين على المساهمة في عملية صنع القرار. يطلع المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته في 12 فبراير سنة 1972 بمسؤولية ودور مهم بالمشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة. حقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصر أساسي في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. مشاهدينا، أيضا حرصا على تعزيز جودة الرعاية الصحية عملت الدولة على إطلاق وتطوير عدة مشروعات طبية هذا العام. الزميل أحمد عامر والتفاصيل. مهرجان أضواء الشارقة الذي يقام حالياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الصروح المعمارية والمعالم العريقة للإمارة من خلال مزيداً من العروض الضوئية والمرئية المبهرة والتي تعتمد على تقنيات ضوئية متطورة ومبتكرة تجذب الزوار. وتشهد منطقة قلب الشارقة سلسلة من العروض المتميزة تبرز الرقي الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة. وتستمر عروض مهرجان أضواء الشارقة الرائعة لغاية 17 من فبراير 2018، تتحول خلالها الشارقة إلى لوحة فنية متنوعة تصور ماضي الإمارة العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد. إذا مشاهدينا، كان هذا تقرير عن مهرجان أضواء الشارقة 2018 واللي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحة بالشارجة واللي استقطب أكثر من 200 ألف زائر في أول يومين من انطلاقته. تستمر فعاليته حتى 17 فبراير الجاري، ويضيء المهرجان السنوي الصروح المعمارية في الإمارة. وهذا كان التقرير الخاص فيه طبعا. أما الآن نحن عندنا انتقالة أخرى، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. تعتبر مدينة العين صرح من صروح العلم والثقافة، حيث تحتضن العديد من الأنشطة الثقافية التي تجسد عراقة وتاريخ إمارة أبوظبي. وللحديث عن الحراك الثقافي في مدينة العين نستضيف اليوم معنا في الاستوديو الدكتورة نعيمة الحسني، أستاذ بقسم الجغرافيا في جامعة العين. يا مرحبا بك دكتورة. أهلا أستاذة، أهلا حبيبي. الله يحفظك دكتورة. طبعا يعني أستاذة وفي الجغرافيا وجامعة الإمارات، يعني إحنا نتكلم الحين عن معلم جميل جدا بإذن الله، بناخذ نحن تفاصيل أكيد ونشاطات والثقافة في مدينة العين وفي دولة الإمارات، لكن بعد تقرير عدينا عن هذا الموضوع. أكيد إن شاء الله. مشاهدينا تقرير مع أحمد عامر ورد لكم إن شاء الله. تعتبر مدينة العين القلب الثقافي النابض وصرح من صروح العلم والثقافة في إمارة أبوظبي، خاصة أن المدينة تحتضن العديد من المواقع المدرجة على قائمة التراث الإنساني، حيث تحتضن العديد من الأنشطة الثقافية التي تجسد عراقة وتاريخ إمارة أبوظبي، مثل فعاليات البرنامج الثقافي الذي يهدف إلى تقديم تجربة ثقافية لجميع أفراد العائلة من خلال ورش عمل وجولات سياحية ومعارض تقام في المواقع الأثرية والمتاحف. أيضاً مبادرات العين الثقافية التي تعطي الفرصة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة للتفاعل مع الإرث العريق للدولة، والذي يتم تقديمه على شكل برنامج تمت صياغته لدعم جهود منظمة اليونسكو تحت شعار حماية تراثنا وتشجيع الإبداع. يقام البرنامج الذي يتطرق إلى الجوانب التراثية الإماراتية الملموسة وغير الملموسة من وحي التراث المجتمعي في عدة مواقع بمدينة العين. أيضاً ضمت مدينة العين العديد من المكتبات، منها مكتبة أجيال المستقبل التي تستقطب المئات من الطلاب والأطفال لتزويدهم بالمعرفة وتنمية مهارات الاطلاع والقراءة لديهم، ومكتبة زايد المركزية، المكتبة التي جمعت بين أروقتها كتباً عن العلم والمعرفة ذات قيمة لا تضاهى بسبب غنى محتوياتها وقيمتها، إذ إنها تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً في وسط مدينة العين، كما تعد من أهم المكتبات التابعة لعمادة المكتبات الجامعية، إذ تضم بين رفوفها أكثر من 400,000 كتاب مطبوع يشمل جميع المجالات العلمية والأدبية بلغات عدة وعلى رأسها العربية والإنجليزية. وتحتضن المدينة أيضاً العديد من المعارض والمنتديات التي تجذب جميع فئات المجتمع، مثل معرض العين للكتاب الذي يهدف إلى إعداد برامج متنوعة لطلاب المدارس. إذن يعني شفنا من هذا التقرير يعني يمكن دكتورة العديد من الأماكن الثقافية والمكتبات وأيضاً المعارض. نبغى نتكلم شوي عن مدينة العين والمشهد الثقافي في مدينة العين. ما هي أهم الأنشطة الثقافية التي تقام في هذه المدينة الجميلة؟ طبعاً بداية إذا احنا نبي نتكلم عن مدينة العين، يمكن الشيء اللي بيميزها وجود الجامعة الأم، جامعة الإمارات العربية المتحدة. نعم. هذا شيء بحد ذاته صرح كبير، لأنه هو يعني كجذب لجميع الطلبة من مختلف الإمارات في الدولة والله الحمد. طبعا وجود جامعة الإمارات، وجود العديد من المعارض الكتب، مثلا عندنا معرض الكتاب اللي خاص بالعين، العين تقرأ. هذا معرض جميل جدا، وله الكثير من الإيجابيات للمجتمع، سواء للمقيمين على أرض الدولة من مواطنين أو إنهم يكونون يعني وافدين. وجود كذلك إلى جانب المعارض، وجود المعارض التي تقام بالمدارس، في حملات كثيرة والله الحمد تقوم بها الوزارات، في وزارة التربية والتعليم بتخصيص هذه الحملات لطلبة المدارس، إلى جانب وجود المعارض الكتب قامتها في الجامعات. فهذه كلها الفعاليات مصاحبة في تشجيع الطلبة للقراءة وغيرها منه. أكيد، لكن أنت ذكرتي الجامعات ويمكن في جهات كثيرة، فدور جامعة الإمارات منها هي الجامعة الأم في دولة الإمارات ويمكن ولا الجامعات الموجودة على مستوى الدولة.
الدولة إثراء الحركة الثقافية مدينة العين والقراءة بشكل خاص، يعني ماذا تقدم؟ جامعة الإمارات والله الحمد سباقة في كثير من المبادرات الخاصة بالقراءة وبالحركة أو الحراك الثقافي مثل ما يقولون. إذا نتكلم عنها نقدر نقول أنها تقدم الكثير من المؤتمرات الخاصة بالثقافة، كذلك وجود الملتقيات الندوات اللي تعرضها الجامعة الإمارات، وجود الأدباء والمفكرين العلماء اللي موجودين من ناحية الثقافة، كذلك تخريجها لهذه النوابغ من الأدباء المفكرين، وجود التخصصات المختلفة كذلك في جامعة الإمارات. والله الحمد لدينا الكثير من الكليات المتخصصة، عندنا مثلا كلية التربية وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، نشجع الطلبة للدخول بهذا التخصص، تخصص اللغة العربية، فيه الكثير من المساقات التي تتنوع بين الأدب وبين الشعر وبين الفنون الأدبية الكثير طبعا. فالجامعة دور كبير طبعا في استضافة التخريج. على ما ذكرتي هي الأم فعلا. الأم. نعم. يمكن ما ننسى بعد يمكن الأماكن التراثية، والتراث هو جزء يمكن من الثقافة. نحن اليوم موجودين في قصر المواجعي، يعني نتكلم شوي عن أيضا التراث والحفاظ على العادات والتقاليد والأنشطة التراثية أيضا في هذه المدينة. نعم أكيد. طبعا عندنا إحنا وجود هذه الأماكن البارزة واللي لها يعني أصول مثل ما نقول تاريخية، وأنها تكون جغرافية خاصة في هذه الأمور تشجع الطلبة. مثلا عندنا في المدارس إحنا نبغي نعلمهم على أساس أنهم يعني يتعلمون هذه الثقافات اللي موجودة المتأصلة خاصة مع الجيل الجديد، يعني تاريخ. يمكن طبعا تاريخهم لازم يعرفونه، مثل ما إحنا لله الحمد الحين الحكومة الرشيدة قامت بدور إبراز التربية الأخلاقية وغرسها في كمنهج في المناهج المدارس. صحيح. نحن كذلك نسعى لوجود، نحن والله الحمد في الدراسة عندنا يمكن تكون المناهج الدراسات الاجتماعية، منهج التربية الوطنية، في هذه الأمور يعني الحثيات التشجيع، لكن إلى جانب ذلك إحنا نسعى أن يكون بعد كذلك نفس التاريخ، تاريخ دولة الإمارات، المساقات اللي خاصة فيه. عندنا إحنا الفلكلور الإماراتي يدرس على المستوى اللي يعني طبعا الجامعي. حلو. لكن نسعى والله يعني لله الحمد ان شاء الله انه يكون يعني في حتى نغرسه في المستويات الدراسيه الاقل، يعني مدارس تكون. انتم بالتعاون مع المراكز اكيد تراثيه وثقافيه الموجوده في مدينه؟ نعم اكيد في كثير، خاصه في مثلا عندنا الفصول الصيفيه لما نشجع الطلاب والمراكز في دور كبير تبادل، وجود كذلك المكاتب، مكتبه زايد المركزيه طبعا هذا بعد صرح كبير ويعتبر لله الحمد يعني صارت انها مكتبه عامه، فهذه الطريقه تشجيع. طيب انتم لكم أكيد نظرة خاصة، عندما يتحدث شخص عن معارض الكتاب فهو يتحدث عن زيارة أو يتحدث عن طبعا شوق لكتاب معين أو تواجد مجموعة من الناس يجد فيهم الثقافة، لكن أنتم كجامعة أم في دولة الإمارات يمكن نظرتكم غير لمدى أهمية معارض الكتاب ومدى الأثر اللي تتركه في المجتمع وأيضا تجذب له كثير من الشرائح. خبرينا عن معارض الكتاب وأثرها الفعلي في الثقافة العربية والإسلامية طبعا في طبعا لوجود المعارض دور كبير، يعني إذا نبدأها في الطالب، والله الحمد الدولة ما قصرت في تشجيع الطلبة على سواء على مستوى المدارس ولا على مستوى الجامعي في إعطائهم الكوبونات، يمكن تكون إحنا دولتنا والله الحمد يعني إنها لم تقصر بأي شيء لجميع المقيمين في الدولة، تعطيهم الكوبونات، هذا بحد ذاته تشجيع، يعني على أساس إنه لا يقول عنده يعني فرصة أنا ما عندي مبلغ مادي على أساس إني أدفع، بالعكس هي وفرت للجميع، فهذه فرصة يعني إحنا دوما نقول للطلاب نشجعهم هذه فرصتكم تشترون الكتب. إلى جانب المعارض ليش احنا نحب وجودها، وجود الأسعار المنخفضة بارك الله فيكم، مثلا دور النشر تبغي تشجع. صحيح. صح ولا لا؟ ففي تنافس يكون قوي بين دور النشر يمكن قبلها بست أشهر سبعة أشهر انهم يبغون يكونون ايوه مشاركين في هذا المعرض، في بعض الدور النشر للأسف ما تحصل مكان انها فرصة انها تشارك، فهذا بحد ذاته شيء جميل جدا، شيء يحسب للطالب. ايوه. الى جانب انا دوم اقول للطالب
طلبات يعني وطلبتنا في الجامعة بدل ما أنكم تسافرون وتروحون دور نشر تكون يعني مثل في الدول العربية المختلفة طبعا. مثلا جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول الأخرى، الكتاب يجيلك لين عندك. أيوة لين عندك بس مجرد تروح الاطلاع بحد ذاته صحيح. هو جميل جدا يعني تشم ريحة الكتب مثل ما يقولون، تتعرف على وجود الكاتب نفسه، الكاتب نفسه التوقيع هذا بحد ذاته شيء كبير يعني خاصة للطلاب والناشئين. أيوة. أهميتها لها أهمية كبيرة طبعا إلى جانب طبعا المعارض ليست فقط معارض الكتب، إلى جانب في هناك الندوات اللي يعقدونها الأدباء المفكرين على طوال فحلقة أيوة وصل كبيرة تكون موجودة. دكتورة يعني يمكن حضرت أنا من يومين أيضا كان سمو الشيخ سيف بن زايد أيضا افتتح مركز الابتكار في جامعة الإمارات ودعم من جوجل، يعني شكثر هذا المركز يعني ممكن أيضا يكون حاضنة للعديد من المهارات ويعني كل المبتكرين يمكن أو كل أصحاب أيضا المواهب في هذا المكان من أبناء الطلبة طلبة الجامعة. أكيد أكيد جامعة الإمارات والله الحمد مثل ما قلت لكم يعني هي سباقة في جميع الأمور، فالابتكار هو يعني منهج إحنا نقدر نقول نحن شهر الابتكار طبعا بارك الله فيك صح أكيد، فكانت الاحتفالية كبيرة لإمارة أبو ظبي ابتداء من الأسبوع الأول طبعا غطت ما شاء الله جامعة الإمارات كان الكثير من الأنشطة الخاصة بالابتكار. إحنا نبغي حتى إلى جانب وجود هذا الأمور عندنا عام القراءة طبعاً. يعني لأن ما شاء الله العام إحنا ما نبغي يكون بس عام وينتهي صحيح. إحنا نبغي يعني منهج حياة نشجع نعم. الموجودين صحيح. على القراءة يحب يعني نحببهم في القراءة أكيد. خاصة مع وجود الإلكترونيات الحين بدل ما تروح تقول لا كتاب يمكن يكون حجمه كبير ثقيل صح عندك الإلكتروني الأونلاين أيوة في مخبار مثل ما يقولون فوالله الحمد الأمور تيسرت أكيد يعني طبعا أيوة دكتورة أكيد. الثقافة لا تتوقف أبدا الحمد لله والعمل يمشي عليها يعني بعجالة ويمشي أيضا بحث وترغيب بشكل كبير. نشكرك على تواجدك معنا اليوم وإن شاء الله دائما إلى الأمام في الإمارات ومن الجامعة الأم جامعة الإمارات. شكرا دكتورة شرفتي. شكرا مشاهدينا الكرام إذا كل الشكر للدكتورة نعيم الحسني أستاذ بقسم الجغرافيا في جامعة الإمارات، ونأخذكم إلى هذا التقرير. حرصا على تعزيز جودة الرعاية الصحية عملت الدولة على إطلاق وتطوير عدة مشروعات طبية هذا العام، مزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد عامر. حرصاً على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، عملت الدولة على تطوير المشروعات الطبية في عام 2018، فقد أخذت على عاتقها دفع عجلة التقدم في هذا المجال، حيث أطلقت هيئة الصحة في دبي ثلاث مشروعات، وهي تطوير نظام شريان الإلكتروني، مشروع قياس، ومشروع دراسة السعة السريرية. في 2018 عندنا ثلاث مشاريع مهمة في إدارة التنظيم الصحي. أول مشروع هو تطوير نظام شريان، نظام شريان إلكتروني هو إلكتروني بس الحين راح نضيف له تطورات جديدة مثل الذكاء الصناعي وخاصية البلوكتشين. أوكي، فنحن ناويين إن شاء الله أن هذا النظام نطلقه شهر 10 2018، وراح يكون يعني في تطور كبير وتسهيل على المتعاملين. أوكي، وفي تسهيل الإجراءات حتى. المشروع الثاني هو مشروع قياس. قياس هو وضع معايير علمية لقياس أداء المنشآت الصحية من ناحية سلامة المرضى، الجودة السريرية، في حتى عدة معايير نحن حاطينها. فهذا المشروع راح يؤدي في النهاية إلى وضع مثل نظام النجوم للخدمات الصحية. فالمريض اللي حاب يروح مستشفى معين بيعرف الخدمة هاي اي شو تصنيفه، فراح يكون موجود يعني التصنيف وبشكل علمي ومدروس. بهالطريقه راح نشجع القطاع الصحي على الاهتمام بالمعايير يعني اللي نشوفها مهمه، طبعا سلامه المرضى، الجوده السريريه، الكفاءه في الاداء، سعاده المريض. ف لما يحسنون المؤشرات هذه راح تنعكس في تصنيف النجوم وراح يؤدي لسعاده المريض. اخر مشروع هو دراسه السعه السريريه، راح نسوي يعني احنا اخر دراسه عملناها سنه 2012، في 2018 راح نحدث الدراسه، راح تبين الخدمات الموجوده بشكل تفصيلي وحسب النطاق الجغرافي، وراح يكون في مثل تصور للخدمات اللي راح تكون مطلوبه في المستقبل. فاذا كان في اي مستثمر يبغى يفتح في المجال الطبي فنقول له هذا التوزيع الجغرافي للخدمات وهذه التخصصات المطلوبه،
في أي مجال. نبدأ عاماً من الإنجازات والنجاحات ونواصل المسيرة في عام 2018، عام زايد. فمن أرض زايد الخير ننطلق في رحاب وطن يسعى لنشر سحائب الخير في رحاب العالم. إذن بهذا التقرير مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من هذا المكان الجميل من قصر المواجعي، ومستمرين معاكم من هذا المكان إلى نهاية الأسبوع. تابعونا بإذن الله، في أمان الله. إذن مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله اللقاء يتجدد باكر، في أمان الرحمن.